الاخر استاذ محمود، لما كان الاهلي بيعود بانتصار زي ده من تونس او من المغرب كنا بنبقى مطمنين جدا، حتى لو ب1-0 او حتى ب1-1 كان عندنا نوع من انواع الاطمئنان. المره دي بشعر انه في نقول تركيز عالي ومصحوبا ببعضا من القلق. هل انا شايف صح ولا بتكلم غلط؟ شايف صح بالتاكيد. بس في حاجه عاوز اقول لحضرتك، يعني هو بعد انتهاء المباراه مباشره اللقطه اللي عملها محمد الشناوي بتاكد على انه الاهلي وضع مباراه رادس بعد دقيقة خلاص انتهى المسألة. يعني انا خلاص تحفظت بصندوق عندي 1-0 نتيجة المباراة اللي جاية دي مباراة جديدة خالص. يعني كلها على بعض كده ايه، هتبقى احداث صعب التكهن بنتيجتها. في ذكاء من جانب الاخوة في تونس اذكياء، هم يقول لك خلاص الاهلي ضمن التأهل. ده ايه، سربها الاعلام بذكاء والناس بصت وشافتها، ده لنتيجة 90-10 والاهلي خلاص فاز وصعد. الاهلي يدرك مثل هذه الامور ويعرف جيدا يقفل على فرقته، يعني يعرف يحطك في الوضع انك انت واقف على ارض ان المباراه خلاص، مباراه دي مباراه يعني مفصليه فيصليه للوصول للحلم اللي انت عاوز توصله، انت اقرب بخطوه لكن لم تحسم النتيجه. عجبتني تصريحات بيتسو من المدربين الاذكياء جدا، المدربين اللي بيعيشوا دايما ما بياخدش بيطير بفرحه واقعي. كبيره متبالغه لكن واقعي وعنده احترام، ده اللي يعني يدي الثقه لجميع الاهلي، الاحترام الكامل لقيمه وقدر فريق بحجم الترجي. دي الخطوه الاساسيه اللي تدي للاهلي الدافع الاقوى في المباراه. المباراه على الملعب هيبقى فيها تفاصيل وربما تحصل لها تفاصيل صغيره يا كابتن، لكن ان الاهلي يبقى نازل خايف ده اللي ممكن انت تقلق منه وتقول ان انا هتبقى لا النزول انك انت تركيز زائد ينقلب الى خوف فتكون نتيجة عكس. لا الكلام ده اعتقد مش موجود في فرقة الاهلي، اللي واضح كمان في التدريبات الاخيره. يعني القفل وما انا حد يشوفها، لا في حاجه الراجل محضر لها كويس جدا، عارف انه هيلعب مع منافس ديربي شمال افريقيا من الدربيات المميزه جدا الناس بتعرفها، الاهلي والترجي كبيرين دايما في الفاينل في السيمي فاينل، احداث وتاريخ كبير جدا. فاعتقد ان شاء الله بكره هتبقى مباراه باذن الله تعالى، يعني من وجهه نظري وتقديري هتكون صالح الاهلي. وجود الكابتن الخطيب في اكثر من تدريب سواء في التيتش او في ملعب الاهلي والسلام بتفسره بايه؟ زي وجوده مع رئاسه البعثه واصراره على التواجد في الاحداث الكبيره. لما يكون رب الاسره مهتم بهذا الاهتمام وبيتنقل مع الفريق ورافق كل مكان، ده دليل على اهتمام وتركيز الاداره والجهد الكبير المعمول لتوفير كل الامكانيات من اجل تحقيق حلم كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ان تفوز باللقب للمره الثانيه على التوالي، الاهلي فعلها في السنوات الماضيه، لكن ان تفوز وتقصي فريق بحجم الترجي اللي هو اقصاه في 2018 بعد 3-1 في برج العرب و3-0 في رادس، اعتقد انها تبقى من الحاجات المهمه جدا، لانه الاهلي والترجي هو نهائي مبكر للبطوله زي ما قال معين شعباني في تصريحاته نظري. فاعتقد وجود الكابتن محمد الخطيب بيبقى ليه لمسه بتكون مع اللعيبه اكيد بيبقى لها اثر. السيد عبد الحفيظ الفتره اللي فاتت اشتغل كويس جدا صحيح واتكلم كويس جدا وركز مع اللعيبه وطالبهم وقال لهم المباراه هي مباراه نهائيه في استاد الاهلي والسلام. طيب خليني الأول طبعا بنشكر الجانب التونسي على حسن استقبال للنادي الأهلي.